محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا مقدمة نفسي أنا إيمان طرمباطي، رئيسة نادي الأمل الكويت للمتقنيات وطالبة بالسنة الثانية من سلك الهندسة ميكاترونيك. المهم نادي الأمل هو منظم النوادي لكلية العلوم والتقنيات لكي يضمن أربعة ديال اللجان، اللجنة الثقافية التكوينية، اللجنة الاجتماعية الصحية، اللجنة الرياضية الثقافية، واللجنة الإعلامية. بالنسبة للجنة الاجتماعية مسؤولة على أنشطة كل ما يتعلق بالنمو الاجتماعي، زيارات خيرية، كنديروا حملات، وأكبر نشاط كيكون في الدورة الثانية حملة الأمل الخيرية اللي كتشمل ربع ديال فاس كاملة. كنختار واحدة أربعة ديال الهيئات ولا المهم حتى التمنية ديال الهيئات، مثلا دور الأطفال، دور العجزة، الأرامل، أسر الأرامل، ومجموعة ديال الفئات اللي يهمهم المساعدات. وكنجمعوا المساهمات سواء في كلية العلوم التقنيات، في المؤسسات التعليمية، في جمعيات، مجموعة الجمعيات، ومن بعد كيكون التوزيع ديال ذاك الأنشطة. هذا من ضمن الأنشطة ديال اللجنة الاجتماعية، كذلك زيارات كيف ما ذكرت الهيئات. بالنسبة للجنة الثقافية هي اللجنة المسؤولة على هذا النشاط، وهي كتنظم كل ما هو ثقافي تكويني، دورات تكوينية، أنشطة كبرى، ملتقيات، مثلا الملتقى العلمي اللي كان سنة الخارطة، اللي كان علاقة الطالب وسوق الشغل، كذلك أيام علمية قرآنية، مجموعة ديال الأنشطة الثقافية وأنسية ثقافية. كذلك عندنا اللجنة الرياضية الصحية اللي كتعرف أكبر نشاط ديالها اللي هو الدوري الأمل الكروي اللي كيكون في الدورة الثانية، كيكون على مستوى الجامعة بأكمله، وكنكون بشراكة مع الجمعية ديال الأساتذة والموظفين بالكلية. هذا ما يخص الأنشطة ديال النادي. بالنسبة لهذا النشاط كيجي كيفما قلت سابقا في إطار الأنشطة الثقافية للنادي. أولا هو أول نشاط في تاريخ الكلية على القضية الفلسطينية. ثانيا جاب بمناسبة الذكرى 28 انتفاضة الفلسطينية. وثالثا إيمانا بأعضاء من أعضاء النادي أن الطالب لا بد وأن يكون لديه دراية بالقضية الفلسطينية، لا بد وأن يشارك في هذه القضية. كان مجموعة ديال الأنشطة في هذا اليوم، من بينها بالنسبة للفترة الصباحية كان كيف ما كتشوفوا الآن رواق تعريفي بالقضية، تاريخ القضية، المجازر اللي كانوا شهداء والعلماء، كذلك وأهم شيء هو الواجب ديال الطالب نحو القضية، كيفاش يمكننا حنا ندافعوا القضية وشنو ممكن نديروا حنايا كطلبة. هذا ما يخص الرواق. كاينة مسابقة متنقلة جميع مراكز الكلية، كاين كذلك خيمة إبداعية للتعبير الطالب عن إبداعاتهم حول القضية، كاين كذلك معرض للمنتجات الفلسطينية اللي يعني كتعبير للدعم للقضية. من أمام باب القدس كاين كلمات ديال المسؤولين لجمعيات عن القضية، كاين سيد بلال كريش هو مسؤول المنظمة المغربية ضد التطبيع والعدوان الصهيوني، كاين كذلك محمد الأكحل هو مسؤول التنسيقية الوطنية لفلسطين. كاين مجموعة ديال المفاجآت إن شاء الله معنا في الأمسية، هذا كله من أجل فلسطين. والصراحة من خلال تفاعل ديالنا مع الطلبة هناك يعني تفاعل كبير، والطلبة كلهم يدعمون القضية، يعني واحد تجاوب كبير، وكل يرحب بفكرة القضية الفلسطينية بكلية العلوم والتقنيات. والسلام عليكم. شكرا.